برضو الحقيقة وإحنا في هذه الأجواء في احتفالية قادرون باختلاف ظهر مجموعة من الصور والحالات الفريدة الجميلة اللي احنا حابين نعرضها على حضراتكم واللي تم الحقيقة تداولها على الفيسبوك وتويتر من امبارح. هي صور جميلة لشاب من أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، ولد جميل اسمه مصطفى محمد نوفل، أو شاب جميل اسمحوا لي أنا آسف، مصطفى محمد نوفل. كان الحقيقة مصطفى امبارح فرحته فرحتين، ده مصطفى بعد التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، راجل شيك شاب أنيق زي ما حضراتكم كده شايفين، ربنا يبارك فيه ويسعده، وشايفينه وهو طالع بيستلم التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي من متحدي الإعاقة. طبعا مصطفى هو كمان بطل رياضي وراجل عارض أزياء. دي اللقطة الأولى اللي كانت موجودة امبارح. كمان عايز أعرض اللقطة الثانية برضو اللي كانت سبب سعادة أخرى لمصطفى ولأسرته. دي فوتو سيشن زي ما بيسموها كده الممثلين أو المشاهير معمولة لمصطفى. بصوا حضراتكم الجمال، ولد جميل ربنا يبارك فيه ويبارك في أسرته. شايفين الجمال؟ الملك كينج اوف موديل، يعني راجل سوبر موديل، يعني راجل ما شاء الله نموذج وجه جميل جدا بيعبر عن مصر، وجه مشرق، حياة بيرسمها مصطفى نوفل لنفسه والناس كتير زيه، حاجة تبعث على الفخر والفرحة ان احنا نحب ولادنا وان احنا نفتخر بولادنا من اصحاب الهمم. شيء الحقيقة راقي وشيء جميل الحقيقة في الصورة اللي احنا شايفينها، شيء يبعث على الطاقة الإيجابية ان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله يعني منحة جميلة من هؤلاء الملائكة، يثق في قدراتهم ويثق في إمكانياتهم. خلوني أشكر قبل كمان بس ما رحب وهني الأستاذة إيمان، أستاذة إيمان أحمد هي والدة الجميل مصطفى نوفل، أول موديل من أصحاب متلازمة داون. أستاذة إيمان ألف مبروك لمصطفى. الله يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يخليه لك ويبارك فيه. يعني الله يكرمك، انا سعيده جدا جدا على الكلام والمقدمه الجميله اللي حضرتك بتقولها في حق مصطفى دي بجد. لا يا فندم، دي اقل حاجه تتقال عنه. ربنا يبارك في حضرتك، تسلمني. ربنا يحمي. احكي لنا بقى مشاعر مصطفى ومشاعر حضرتك امبارح، كان الفرحه فرحتين، طلع واتكرم من الرئيس، والفوتو سيشن كمان طلعت امبارح وحضرتك اهي صورتك منوره انت ومصطفى. احكي لنا المشاعر يكرمك. كانت ايه امبارح؟ مجرد اصلا ما طلعنا هو مصطفى اصلا اللي عبر عن مشاعره، بيقول لي ماما مبسوطه، قلت له طبعا يا حبيبي، انا بقيت اصلا في بره في الريستوران بتاع المؤتمرات بره بلف زي الاثنين العشاء اللي انا بلف بيقولوا انا بحبك، لا انا بقيت اقول له انا فخوره بك يا مصطفى، انا فخوره بك يا مصطفى. خد ايدي بسها وقال لي انا فرحان يا ماما، انا مبسوط بيكي قوي، انا بحب السيتي قوي. طول ما احنا ماشيين، حتى طول ما احنا مسافرين، احنا اصلا من الغربيه، أيوة، طول ما احنا مسافرين في الطريق يقول لي انا بحب السيتي جدا. طيب الحمد لله، ربنا يا رب يسعد قلبه ويفرحه اكتر واكتر. واعتقد ان هو كمان بطل، يعني موضوع الفوتو سيشن دي جنب الرياضه هو كمان بيتصور، والصور الحقيقه قد ايه جميله. احكي لنا القصه جت ازاي ان هو يبقى موديل يطلع في الاعلانات. والله هو يعني كانت أمنية من أمنياتي إن أنا كتبتها على الفيس وفي رمضان اللي فات ده، وربنا يكرمني يعني ويضبط بخاطري دي وتتحقق الأمنية قبل ما الأيام المفترجة تخلص. فكان في توكيل براند كتب إن هو عايز شباب احتياجات خاصة يعملوا معايا سيشن تصوير كويس، فبعت لهم صور مصطفى عجبوا بها جدا، والحمد لله تواصلت مع الباشمهندسة أمل مبدر رئيس الاتحاد. طبعا مهندسة أمل طبعا لها كل التحية، حد جميل جدا طبعا جدا جدا، وهي طبعاً اللي رشحت مصطفى للتكريم عن قصة نجاح ممتاز. فمن هنا بقى ساعدتني بصراحة إن هي برضو تأكد على إن مصطفى يبقى معاهم، ومن هنا الحمد لله بدأ تسليط الضوء على مصطفى بتوكيل تاني، والفوتوغرافر بقى كتير ما شاء الله حبوه وعايزين يعملوا له سيشن. جميل. يعني الفوتوغرافر ده حد جميل جدا، احنا معانا هنتكلم عنه اكيد. فانا بشكر حضرتك. جميل يعني جميل. معايا ابانوب رشدي مصور الفوتو سيشن بالمناسبه يا جماعه، اللي صور الفوتو سيشن الجميله دي لمصطفى. يا استاذ ابانوب مساء الخيرات عليك. مساء النور، ازيك يا فندم؟ تسلم ايدك الاول، ربنا يخليك. كاميرتك شافت ازاي مصطفى؟ والله الفكره جات لي
ان انا عملت سيشن قبل كده البنوته حاجه كده فكره ديزني، نزلتها على جروب اجنبي ما كانوش مصدقين يعني ده شغل مصري. في الكومنتات حد قال لي احنا مش مصدقين ان في مصر مصورين كده. فحبيت بقى اوريهم يعني ان احنا جامدين. وعندنا مودلز جمال بالمناسبه زي مصطفى نوفا القمر يعني ما شاء الله عليه. يعني ما لقيتش انسب من مصطفى للسيشن ده. ففكرت اعمل حاجه باسم مصر. فما لقيتش انسب من اللبس الصدى الفوطه الصدى بتاع الصور الفرعوني دي كانت ازاي بره لمصطفى، ومصطفى اول موديل من متلازمه داون. لا هو السيشن عمل ضجه جامده يعني في مصر وبره مصر الحمد لله. الحمد لله مبروك. الحمد لله الله يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ ابانوب. شكرا يا استاذه ايمان، وارجوك وصلي تحياتنا لمصطفى، ودايما من تقدم لتقدم، والف مبروك لي. ده كان وجه جميل، حابين ان احنا نوريه لحضراتكم من مصر. مصر تقدر بولادها جميعا، ومصر بتحمي ولادها جميعا، ومصر واقفه في ظهر ولادها جميعا، وشفنا النموذج الجميل امبارح.